بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وارتجع في قلوبنا غلظ الأمر ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عودة إلى كتاب آداب الصحبة من إحياء علوم الدين الإمام الغزالي رحمه الله، وقد وصلنا بالأمس إلى أن من حقوق المسلم أن يحب المؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وقد قرأنا ومنها ألا يؤذي أحد من المسلمين بفعل ولا قول، وقرأنا أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه، وقرأنا ألا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض، ومنها ألا يزيد في الهجرة لمن يعرفه على 3 أيام مهما غضب عليه. ووصلنا، لم نقرأ هذه بالأمس، ألا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه، بل يستأذن 3 فإن لم يؤذن له انصرف. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فالأولى يستنصتون، والثاني يستصلحون، والثالث يأذنون أو يردون. وإذا قال لكم ارجعوا فارجعوا، وجربها واحد من الناس، جربها، حصلت في مصر. ذهب رجل إلى لزيارة أخ له فقال له ارجع فقط لتجربتها فقط لا غير، حتى يجرب الواحد فيهم ما معنى بدك يكون القلب ماله صافي. لا تحمل على أخيك فإنك لا تدري ما هو فيه، مرض، متمشكل مع أم العيال، الجو شوي مكهرب، كده صديفك تدخل انت تصير تسمع شو بدك في الشغلة؟ قال لك ارجع، بدك تتقبل ومش بدكش تحمل عليه، ومش مصير ما أخذ. جربها فقط لا غير، لأنها من الدين، جربها مرة. هو أذكى لكم، سبحان الله. نعم، ومنها أن يخالق الجميع بخلق حسن ويعاملهم بحسب طريقته، يعني برضو لا يدخل إلا بإذنه. اليوم عندنا في البلد في ظرف الكورونا في المناسبات يفحصون إيش عندنا الآن؟ يفحصون مثلا التطعيم، يعطونا شهادة، موجود شهادة إلكترونية تضع رقم الهوية على الموقع، فتخرج لك شهادة بأنك مطعم، تضع في الهوية والتاريخ وكذا الآخرة. اللي ما بعرف من علمه، حصل أمس مساء أنه في مؤسسة وعندها بعض المحاضرات، وكنت مشارك عند البوابة الخارجية، الحارس بيقول ليش؟ لأنه في ناس. قال الحارس مطلوب منه أن يفحص التطعيم، عبد مأمور بالمعنى، حارس. فالرجل الذي أمامي يعني أخذته العزة بالاسم وصراخ وتدافع بالأيدي، كل المطلوب أنه إيش؟ اللي عندك كلمة بتوصلها، مش حاضرة معك المسألة فهمه، حاول أنك تأتي بشيء. وجاء صاحب يعني مدير المؤسسة وتدخل لفض النزاع. المشكلة في أن المتحدث هذا الشخص، هذا كان المتحدث الأول، وتحدث عن قضية فض النزاعات وقضية الصلح وقضية يعني ما بين زوجين، تحدث ضرب أمثلة كيف صالح بين زوجين وصالح، فهمتني؟ طب كان من الباب أولى ألا تبدأ نزاعا قبل أن تقوم بفض النزاعات، لا تبدأ إيش نزاعا. يبدو أننا نتحدث عن كثير من الأشياء دون أن نطبقها في حياتنا. المشكلة الأساسية ليس أننا لا نتحدث
في الآداب مشكلتنا أننا نسمع وكأننا لم نسمع، هذه ما لا تدخل إلى القلوب ولا يكون هنالك تحرك في الداخل تجاه الفعل. ومن أن يخالق الجميع بخلق حسن ويعاملهم بحسب طريقته، فإنه أراد لقاء الجاهل بالعلم والأمي بالفقه والعي بالبيان آذى وتأذى. يعني الخلق الحسن لا يعني أن هنالك مستوى واحد من الخطاب، لا يوجد استهزاء معاذ الله لأي شخص، لكن حدث الناس على قدر عقولهم. سبحان الله، بدها الطفل بتقدم له الشيء بأسلوب، والكبير تقدم له بأسلوب، طلاب العلم أسلوب آخر، المحاضرات العامة بأسلوب. ومنها أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان. قال جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. نعم. ومن تمام توقير المشايخ لا يتكلم بين أيديهم إلا بالإذن. قال جابر: قدم وفد جهينة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام غلام ليتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مه، فأين الكبير؟ أعطي فرصة إيش للكبار. وفي الخبر: ما وقر شاب شيخا إلا قيض الله له في سنه من يوقره. قبل أن نتم الحديث، نعم نعم جزاك الله خير، وجزاء من جنس العمل. والقصة التالية: رجل في بلده، في بلده صار معه حادث سيارة، رجل كبير في السن، رجل كبير في السن يبدو لم ينتبه كذا، فأصاب سيارة صاحبنا المتحدث ببعض الضرر، فسامحه لله. فسامحه ايش؟ لله. احترم شيبة الرجل كذا الى اخره. وقد حصل، ذكرنا من قريب كيف ان شاب صغير ضرب سيارة رجل ومن الخلف، يعني الحق عليه، نزل الشاب، تفقد الرجل الكبير، بمعنى ايش؟ تفقده. حصل لك شيء شخصيا يعني في ناحية الجسم، اطمأن عليه، هناه بالسلامة، أدب شديد، وقال له: أنت في مقام الوالد. إذا في فرق كبير جدا في السن، ما صار يقول له الحق عليه: ليش أنت كذا، ليش كذا. قال له: أنت في مقام الوالد. هو قال له: أنت في مقام الوالد، يظل فيها. شوف الأدب. نرجع لصاحبنا، قال: مر سنتان، قضية الجزاء من جنس العمل، مر سنتان فسافر لبلاد أخرى، فكان مسؤولا هو عن حادث، يعني هو اللي تسبب بحادث، يعني الحق عليه، هو رجل، وكان شابا فسامحه هيك، سامحه. فكأنه غلب على ظنه أن هذه بتلك. سبحان الله، سبحان الله. اصنع المعروف، ما في عندنا في الإسلام ارمي في البحر، نعم، ما في صناعة معروف اصنع المعروف ارمي البحر، لا، ما في عندنا، ما في رمي في البحر، كله خزائن إن شاء الله من الحزنات، كله إن شاء الله إيش؟ دائما الحمد لله، ودائما يعني اصنع المعروف، شايف؟ فتجد ترى يعني ان شاء الله تاتي يوم القيامه فيكون لك مثل الجبال من حسنات بالله عز وجل، تتراكم ان شاء الله ويضاعفها الله عز وجل لك الى 10 الى 700 ضعف واكثر من ذلك. يعني مثلا كيف الامام الغزالي يتحدث عن اجر الصيام، اجر الصيام فإنه لي وأنا زبيه. فقال إمام الغزالي يعني كأنه يصب صبا، يصب إيش؟ صبا،
وانا ما تبادر ذهني ما دام يصب صبا الا شلال من الحسنات. كل واحد ايش نصر الله عز وجل كذلك. ذنوب كثيره وبحاجه الى حسنات، يعني ان الحسنات تذهبنا السيئات. فلا نرمي في البحر شيئا، لا نرمي في البحر شيئا، هو المعروف ان شاء الله يكون مقبولا وبنية صادقة. ذكرنا نحن الآن في يعني في سياق هذا التوقير للكبار أنه إعطاء الكبير فرصة للحديث، وحتى لو كنت أنت أعلم من الكبير، خصيصا في سياق الأهل الوالدين، ما دام الشغلة فيش فيها حلال وحرام، اعتقدا شيئا. نقول مثلا احنا على سبيل المثال في الكورونا، والدك جدك عنده فكرة معينة غير صحيحة، وأنت هب أنك طبيب أو أستاذ في علم البيولوجيا في الجامعة، أبوك مش دارع الطبخة في القضية هاي، قال كلمة ما توقف له بالمرصاد، كلمة نحن هتقول له غلط، اترك والدك وشأنه أو جدك وشأنه في المسائل هذه، إلا أن يكون هنالك أثر. يعني مثلا لا يريد أن يتطعم، لا تشرح المسألة أهميتها، عنده فكرة معينة عن الكون، عنده فكرة معينة. يا أخي يحمل فكرة، في بلادنا بيقولوا اللي بيأكل لبن وسمك بتسمم، المعروف عندنا مش هيك؟ علميا مش صحيحة، بجوز فلان عنده حساسية، هذه مسألة ثانية. فأنت مش كل ما واحد من الكبار تحدث بشيء، شكى رجل يعني تقاعد من شركة هنا كبيرة في القدس، شكى أنه حينما عاد إلى الشركة بعدما تقاعد لم يحترمه أحد بالمعنى، وقال لا يحترمون الكبير، يعني كانوا بيشطبوا عليه. وهنالك أمثال أو مقولات شعبية لدينا بيقولوا عن الواحد أنه جاهل جاهل حتى يصير 40 سنة. كيف يكون جاهل اليوم حتى يصير 40 سنة؟ يعني بتعطيه أنت كرت أبيض أنه جاهل جاهل حتى يصير 40 سنة، وبعدين يقول لك بعد 40 بخرفن، جاهل للأربعين، وبعد الأربعين إيش؟ وفيش فترة بينهن يصحصح شوية، يعني يكون العقل. يعني عجيب أمر الثقافة حينما تكون هكذا، أنك لا تصل إلى درجة من المهنون. قالوا سن النبوة حتى إذا بلغ سبحانه 40 سنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا والمطر قيظا وتفيض اللئام فيضا وتغيض الكرام غيظا ويجترئ الصغير على الكبير واللئيم على الكريم. إن شاء الله يكون لا يوجد في السند شيء، ومع ذلك المعاني، يعني بدلا من أن يكون الولد بارا بوالده ومصدر سعادة يكاد ينفلق من سلوك الولد غيظا، بده ينفجر. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نعم. وآتيناه الحكم صبية. نعم. ايه الحكمة. لا لا ما أنا معك. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كان فتيا وكان يعني ما شاء الله في التفسير، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض يعني كيف بدك انت مثلا جيش أسامة صحيح جيش أسامة كيف تسلم انت الجيش لجاهل مثلا؟ يعني هذه من العجيب. يمكن تعرف لماذا لا يوجد حكمة اليوم؟
متى جلس الصغار في مجالس الكبار وتركوا هالآيباد وهالكمبيوترات والآيفون وال... إذا ما جلس ما متحدث إنه إحنا نقول له تعال اجلس أعطينا محاضرة، ولكن اجلس تعلم. متى اصطحبنا الأطفال إلى المجالس؟ حتى مجالس الرجال. متى اصطحبنا الأطفال إلى لتقديم التهنئة بمناسبة زواج؟ متى اصطحبناهم لتقديم التعزية؟ ينشأ بعيدا عن المجالس وبعيدا عن المساجد وبعيدا عن الكبار فيصطحب عقلية الصغير. يعني اصطحاب هذه العقلية الطفولية، وكأنه يرفض ايش؟ ان يكبر، ما بده يتحمل مسؤولية. مشكلة الشباب والصبايا منزوجهم اليوم بيرجعون بعد 24 ساعة بدهم يتطلقوا. حصل زميل إلي في من أيام الدراسة محامي، زرته يوم، المرة الوحيدة في حياتي دخلت مكتب هذا الزميل، قال لي العجيب اليوم بالذات عمره ما حصلت معي حوالي 90 حالة طلاق. قال لي كان يوزع على المكاتب اللي تدربوا عنده عندنا في القدس في يوم واحد. قال لي هذا الصبي اللي جالس عندي في المكتب 7 أيام لها أسبوع لها من الزوجة، واليوم في عندنا حفل الطلاق، في حفل الزواج، في حفل الحنة، في حفل للطلاق، في حفل للتوجيه، في حفل التخرج، في حفل للطلاق، تجمع صاحباتها احتفالا بالمناسبة. وشهدت هنا لما كانوا يصلحوا في المحكمة الشرعية انتقلت للمسجد الأقصى فترة من فترات فكنت ذاهب لل يعني رأيت شابا وصبية يعني وصلا لتسجيل الطلاق وهي بكامل زينتها وهو يكايدها وهي تكايده في بشكل طفولي. صح انهم كبار المفروض مسؤولين، مش مسؤولية، ما حملناهم مسؤولية. وكيف سيصل الى حكمة بدون تجارب؟ الحكمة ما هي في تجارب. وين التجارب في الحياة؟ اللعب بلعب ليل نهار، لعب ليل نهار، بعدين نقول له ايش؟ كن حكيما. نعم بتجي الحكمة. والتلطف ما في تخطيط، ما في هدف، ما في تحمل مسؤولية، ما هو لا يوجد هنالك إدارة مال حتى عند الطفل. ما بتعطيه انت المصروف فقط لغير انه اعطيه 3 قروش، المعنى انه 3 أو 4 بغض النظر عن الرقم، 3 عشرات، 3 تحدث احاد او 4، تقول له قرش او 10 او دينار بغض النظر حسب السياق اللي واحد عايش فيه، تقول له قرش تأكل فيه حلوى وقرش تشتري فيه دفتر، ليس شرطا أنه كل يوم في دفتر، لكن هذا المال في خانة للدفاتر، وقرش تشتري فيه ملابس، وقرش تدخره للجامعة حتى تدخل إيه؟ مثلا على المدير تحمل مسؤولية، مش أنه في دائما واحد عمله إيش؟ هو اللي عمله بعطيه، أنا احتجت لما هو بده يعطيني، أنا بدي أشتري، الوالد أو الوالد كذا إلى آخره، أعطيه ليتحمل المسؤولية. والتلطف بالصبيان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يقدم من السفر فيتلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يأمر بهم فيرفعون إليه، فيرفع منهم بين يديه وخلفه ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم، فربما تفاخر الصبيان بعد ذلك فقول بعضهم لبعض حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وحملك أنت وراءه، ويقول بعضهم أمر أصحابك أن يحملوك وراءهم. جميل. روى البخاري ومسلم عن أبي مليكة
قال قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. يعني فلا زال إنه إلها أثر طيب على النفس. احمل الصبيان يعني صغار، لاطفهم وسلم على الصبيان في الطريق، لا تقول هذول صغار وانت كبير. اذا كنت كبيرا فعلا اطرح السلام على هؤلاء اطفال في الطريق، خصيصا من اطفال الجيران اللي حواليكم، ستجد انه بعد فتره سيطرحون السلام ايش عليك. وحدثهم، تلطف، وليكن معك مره بعض الحلوى ولا شوكولاته ولا كذا، وزع. نعم. وتحملهم في الصلاة، وتحملهم إيش في الصلاة. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كان الحسن والحسين عليهما السلام يعتليان ظهره الشريف وهو ساجد حتى يشبع لعبه. تحمل. وإذا لم ينشأ هؤلاء الأطفال في جو المساجد ونتقبلهم، يعني بعض الناس كان في مسجد رأس العمود قبل سنوات طفل عمل شوية إيش صوت، فيه شوية فوضى أثناء الصلاة. بعد الصلاة رجل يعني ما شاء الله من أهل المساجد ولازال من أهل المساجد ومن ما شاء الله عنه، إلا أنه صرخ يعني بسبب وجود الأطفال إيش في المسجد. فنتحمل. شو يعني اليوم شوي يتصرف كذا، غدا إيش ينضم للصلاة بكل بساطة. رجل اللي باوى، رجل ذاك، رجل الذي نعم العرابي ذاك بال في المسجد، والصحابة الكرام الله يجزيهم الخير بدهم يهدوا عليه، أهريقوا عليه ذنوبا إيش من ماء، وبين للأعراب إنه لا يصح هذا المكان لمثل هذا. بس هذه كل وكان يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة وليسميه، فيأخذه فيضعه في حجره، فربما بال الصبي عليه فيصيح به بعض من يراه فيقول: لا تزرم الصبي بوله، خليه. فيدعه حتى يقضي بوله، ثم يفرغ من دعائه له وتسميته ويبلغ سرور أهله فيه، وألا يروا أنه تأذى ببوله، فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعده. مش يعني بين أنه انزعج. رأيت من عادة أهل ماليزيا، على الأقل بتكون بعض أهل ماليزيا، كنا في زيارة لعائلة، زميل حينما درست هناك في الجامعة الإسلامية في كوالالمبور، ذهبنا عند بعض أقارب زميلنا، فبالت بنت زميلي على كنبة، فتعجبت لما صنعوا، أحضر ماء وغسلها والكنبة في نفس اللحظة بماء كثير، حتى تشعر أنه إيش أنه ما فيش مشكلة في القضية. بلادهم حامي، يعني مش تقول زي بلادنا برد ممكن الواحد يتأذى من الماء، لكن حتى يشعر أنه وجود الماء في كل مكان وعلى الكنبة أمر عادي جدا. بدك من الضيافة، من الضيافة ألا يكون عندك في غرفة الجلوس الصالون سموه كما تسمى، ألا يكون هنالك أشياء صغيرة تتكسر بسهولة، حتى يكون البيت مضيافا للأطفال. كنا مرة عند بعض الأصحاب وكان الصالون وكأنه متحف للأشياء الزجاجية الصغيرة، ومعنا أولادنا، هذا حكي في أوائل التسعينات في أمريكا، معنا أولادنا. طب في 93 كان واحد عمره 3 سنوات مثلا،
إذا كان في 93، لا في أوائل التسعينات، 92، 93، 91، لا أذكر بالضبط. مواليد 90 عندنا، ومواليد 88 عندنا، مواليد 85 عندنا، ومواليد 81، الحمد لله. يعني في أطفال بتحركوا هذول الصغار، ورأيت المضيف الله يجزيه الخير يعني واضح عليه التوتر من حركة الأولاد. إيش هو اللي وضع كأنه متحف الأشياء الزجاجية والأشياء، فكان غير مرتاح، كان إيش وغير مرتاح. وإذا هو المضيف غير مرتاح، إحنا شو صار فينا؟ بدك تربط اليوم، هذه مشكلة بالنسبة للأطفال. فكن مضيافا فلا يكون لديك ما يتكسر بالنسبة للأطفال، ولا تقلق نتفت وسخ من تتنظف شيء انكسر انتهى عمره. ما انت بتقولوا ليه نهار انكسر الشر، ولا ينكسر بالمعنى، لكن لما شفت الجو مكهرب بصورة هذه تعجبني لغة التخاطب بين الناس بلا خطاب بلا كلام، فهمت علي وفهمت عليها واستأذننا وينك يا الدار. فمن هذا الباب يجب أن يكون تكون البيوت حقيقة، اللي بده يروح على المتحف روح على المتحف، لا تصنعوا متاحف أين في البيوت. ومنها أن يكون مع كافة الخلق مستبشرا طلق الوجه رفيقا. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون على من حرمت النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: على اللين الهين السهل القريب. ووردت عند الترمذي من غير كلمة اللين، هين لين، هين لين سهل. جميل جدا أن يكون لك من اسمك نصيب إن كنت سهلا، هين لين، لا تصعبن الأمور في غير موضعها، وكن هينا بين يدي إخوان، كن سهل حقيقة، كن سهلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. نعم، سهل الله عليك، سهل الله عليك. نعم، سبحان الله، يكون له من اسمه. نعم، مدام ذكر صلح الحديبية، جميل جدا على قوة الصحابة، قوة المسلمين في تلك الموقف، يعني في ذاك السياق، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر مسبقا أن يقبل بأي شر يحفظ الدماء، يحفظ الدماء. هذه مسألة مهمة جدا. والعشر سنوات ليست مقصودة لذاتها. إذن هين لين سهل قريب. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب السهل الطلق. وقال بعضهم: يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة. فقال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك.